السلامة يا جماعة، جوست نزيدو شوية بركة يخلطو جماعة أخرين ونبدأو كالعادة. السلامة نهاد. أوكي، اليوم الموضوع متاعنا جيستيون دو كونفلي. جوست نستناو شوية بركة يكملو يجيب الأخرين ونبدأو ليه ليه. إن شاء الله قبل كل شيء تكونوا كلكم لاباس أموركم رجلة. عسلامة مرة أخرى نفس الكل. كيف ما استنسنا كل جمعة نحكيو في موضوع معين يكون مربوط سواء كان بالوضع اللي احنا عايشينه تويكا وإلا بالكريز اون جينيرال اللي قاعدين نعيشوا فيها في العالم أجمع. خممنا أنه الجمعة هذية يكون الموضوع متاعنا هو الجيستيون دو كريز. كي نتحطوا في كريز معينة في سيتواسيون ديليكات وشوية، كيفاش تتصرف الشركات وشنو أهم الحاجات اللي لازم تتعامل فيها وتتمشى فيها، خاصة تعرفوا لي في ليتا دو كريز اللي توقع للدول الكامله ساعات كيف ما صاير تويك وكل شيء، نوحلو احنا في تا دو ستريس، نبداو كلنا مستريسين داخلين بعضنا، والستريس كيف ما تعرفوا هو حاله نفسيه يعيشها الانسان، تخلي الانسان ما يخممش بالصحيح بل يتعامل بعاطفه اكثر من انه يتعامل بمنطق، هذاك اللي خممنا اليوم باش نحكيو على جيستيون دو كريس، ونشوفوا كيفاش يتم جيستيون دو كريس هذيا، والستريس هذا الكل كيفاش نقلبوه ونكمفليوه، وكيفاش نجمو نتجاوزوه ونحاولوا ان نحاولوا بالباهي خير من ان نقعدوا واحدين في وسطه على خاطر ما عندهمش يوصل. مغلب المشاكل اللي تصير لنا في الكريز اللي توقع فيها اي شركه ولا اللي هو الكلها تكون مربوطه بمشاكل نتاع سوء تواصل في وسط الشركه في حد ذاتها والا بين الشركه والاشخاص اللي قاعده تتعامل معاهم، يعني ان بروبليم دو كوميونيكاسيون. وديما المشاكل اللي تصير في الكوميونيكاسيون يؤدي عليها ينجر عليها سواء كان افعال ماهيش في بلاصتها، تصرفات غلطه ماهيش صحيحه، والا ايتا دام يوحل فيها الانسان وتكون ماهيش ستابل، هذاك اللي يخلي خطر الانسان وصلت له معلومه ماهيش بالصحيح، فما مانك دو كوميونيكاسيون، لي كانو دو كوميونيكاسيون ماهمش ماشيين بالصحيح، يخلي الانسان يفهم المعلومه بالغلط، دونك باش يكون تطبيقه غلط، هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى ينجم يكون زاد هو في حد ذاته ماهوش ستابل على خاطر ما وصلتلوش المعلومه بالكدا، دونك تصرفاته باش ينجر عليها برشا نتائج غلطه وخايبه. من المشاكل اللي تصير لنا تويكا في الكوم واللي احنا واقعين فيهم تويكا من غير ما نكونوا واعيين، اللي من اغلب الحاجات ساعات نقولوا احنا اوكي في الشركه نتاعي لازمني نتعامل بالباهي يا سيدو سويت ونبعد على الستريس وكل شيء في وسط الشركه. الوغ كو ناسين اللي راهو احنا كستريس اللي جينا بيه في وسط الشركه رانا جايبينه بالبرة من الشركه في حد ذاتها. يعني انت اوكي الايامات هذوما رجعت للخدمه وتوكلت على ربي، لكن جيت بستريس كبير على الاخر وفي بالك اللي ستريس هذاك جاي من وسط الخدمه في حد ذاتها، الوغ كو لا راهو ستريس جاي من حاجات اخرى البارة من الشركه نتاعك في حد ذاتها. خذوا ليكزومبل هذايا توا كان تراجع الفيلد اكوي نتاعك أتو تلقاه الكل خبر عاجل عدد درشنا كذا الاصابات، وتلقاك تقرا في لي كومونتير نتاعهم وكل شيء ربي بقى علينا الستر مشينا دخلنا في حيط البلاد تخربت وكل شيء، ومن غير ما نبحثوا على الشخص اللي قاعد يحكي ولا المعلومه منين اصلها ولا اللي هو. فما من بين الحاجات اللي تنجم يكون تنقص لك الستريس اللي توقع فيه في الفلو دانفورماسيون اللي قاعد يجينا مغلب ونيجاتيف وكل شيء، هو انك تكون واعي باللي تكنيك اللي يستعملوهم في الكوم، وانك تكون واعي بنوعيه المعلومه اللي انت قاعد تستقبل فيها. نعطيكم تيتخ ديكزومبل الصحافه. الصحافه كي باش يهبط لك خبر، نعطيكم بار اكزومبل نهارين التالي مثلا تزاد عبد بركه ملكة اللي مرضوا في تونس، تزاد عبد بركه. في الصحافه كي باش يهبط لك خبر ما هبطلكش يقول لك والله شخص بركة مصاب، يقول لك ارتفاع عدد الاصابات في تونس. فما عباد من با تحل الارتيكل تلقاها ديجا دي ستريس ودخل بعض وكل شيء، او ارتفعوا الحالات في تونس او تخربنا او مشينا فيها وكل شيء، الوغ هي حاله بركه هذا دو ان، دو تلقاه يركز معك لي كومونتير الموجودين، هاو مشينا فيها، هاو ملي حلوا البلاد تخربنا وربي بقى علينا الستر، وبرا عادة تلقى شكون من الشيره الاخرى يكومباري لك الصين اللي ما نشبهوا لها الجمله في حتى ديتاي بينه وبينهم، يقول لك هاو في الصين صار دونك احنا باش تصير لنا، وكل المعلومات اللي تضر وما تنفعش. هذه من الحاجات اللي اذا كان انت تكون واعي بها يسوفي بينك وبينك المعلومه هذيك انفولو
ومركم ريجل تنقص من الفيل داكوي متاعك انت لو نومبر نتاع لا فورماسيونيت الخايبه اللي تجيك. هذه حاجه. حاجه ثانيه، فما برشا كان تعمل تويك تغربيله للفيل داكوي متاعك تلقى روحك في برشا باجيت، الباجيت هذو ما قاعدين يبارطاجيو في برشا معلومات، المعلومات هذه كلها غلطه ما عندها الاساس لا راس. هذا من شيره، ومن شيره اخرى كلها معلومات نيجاتيف، على خاطر في السونس دو كومونيكاسيون ديما الانسان الى توندونس انه يكونسومي المعلومه نيجاتيف اكثر من انه يكونسومي المعلومه بوزيتيف. هذاك علاش وما يعرفوك فاش يسبليو الناس. دونك هذا اللي يخليك انت في ايتا دام داخل بعضها مستريسي، داخل بعضك ماكش فاهم شنو تعمل، ماكش فاهمش بجد، تهزك الحاله النفسيه متاعك هذيك وتمشي تنجز بها للخدمه. وبيان سور في الخدمه ماكش باش تكون مرتاح، ماكش باش تكون تخمم بالصحيح، باش تكون يعني ستريس والحاله النفسيه السلبيه طاغيه اكثر من التفكير المنطقي والعقلاني والممنهج، وباش تلقاها من بعديك الريزلت باش تلقاها خايبه. وهذا يؤدي انه برشا خدمته ويك الناس رجعت تخدم ماهوش يعطي في روندمون باهي على الاخر، جوست على خاطر مستريسي وخايف من هنا، ولا يستخيل جمله واحده من الكورونا طير له في السماء كي يهلوس من الدنيا كلها. كان يرجع يشوف الانفورماسيونات اللي قاعد يخفات ويقال كلها معلومات معناتها نصها غلطه ديزانتوكس، والا يلقاهم معلومات كلهم جايبين فلان وفلتان واخبار غا يعني ما يتحرش ورا المعلومه. اذا كان تحب بالرسمي تكون عندك انتاجيه كبير سواء كان في خدمتك ولا في حياتك في حد ذاتها، نقص من ستريس. كيفاش نقص من السورس نتاع المعلومات اللي تستريسيك واللي يكون متاكد اللي مغلبها راهو غلط واللي ماهيش باش تزيدكم اما باش تنقص منك من حالتك الباهي. دونك الحاله النفسيه اللي انت تعيش فيها في حد ذاتها هي اللي باش تخليك تمشي وتتواصل مع العباد البرة بنفسك الحاله هذيك اللي كنت فيها. وديما نرجع نقول هو الفلو دانفورماسيون والكوميونيكاسيون اللي قاعده تمشي ماهيش تمشي بالصحيح. يجي هنا نتاع في وسط الشركه، في وسط الشركه في حد ذاتها حتى كي باش نرجعوا نخدموا كل ما يزيد مستوى وعي الانسان بالأشخاص اللي دايرين بيه، كل ما تكون طريقة تعامله معهم صحيحة، وكل ما يكون توجه لهم بالطريقة الأمثل والأصح، يعني يعرف يتعامل مع الأشخاص بالطريقة الأمثل والأصح حسب الشخص اللي قدامه. علاش؟ كل ما يكون أنت، كل ما يكون شخص واعي بالشخص المقابل ليه أو اللي هو ديجا ستريسي واللي هو راهو ديجا متعدي بتا خايبة و و و ويقول لك باهي يا سيدي احنا كلنا متعدي بنفس المحنة، الكلنا نعانيو في نفس المشاكل، من غير ما نجيبوا له معلومات هذه ونزيد أن نستريسيكم بها في وسط الخدمة، إيجي نحطوها على جنب وإيجي نشوفوا كيفاش نخدموا في وسط الحالة هذه وإحنا أمورنا مليك لو حبيبات وجونا به. يعني من غير ما نحاول أني ندخل للشركة بك ستريس وكالتهلويس، على خاطر ستريس والتهلويس في حد ذاته باش يخلي حتى ليزومبلوي اللي يخدموا معايا باش يخليهم هما في حد ذاتهم يدخلوا في ستريس وتهلويس اللي يخلي الروندمون تاعهم يطيح والانفورماسيون بينك وبينهم ماهيش باش تكون متعديه بالصحيح وتوليو تنطروا على بعضكم وينجم حتى يخرج من الخدمه ويخليها لك. يعني ناس بالحق كلمات فيها فلقطت. دونك حتى في طريقة تعاملنا في وسط الخدمة نحطوا كل شيء على جنب، الكلنا مسترسين، الكلنا عارفين اللي راهو الوضع فما مرض لكن الوضعية ماهيش كارثية كيف ما قاعد يوصلنا دويك كل شيء، نجيو نتصرفوا حسب ما يتماشى مع الزمان والمكان اللي احنا فيه. حطوا كل شيء على جنب، احنا جينا باش نخدموا، ايجا كيفاش نضمنوا ان نقيوا رواحنا في وسط الخدمه في الوقت هذا ومع ضمان استمراريه الخدمه ومحلاها الدنيا ويدنا كيف نقولوا احنا يا ناس ما صبنا باس امورنا مليك. دونك ديما في الكوم من اهم الحاجات اللي يعني الغوتور، اي روتور يجيك من عند اي عبد سواء كان في الانفورماسيون في الكوميونيكاسيون بصفه عامه يقول لك حسب رده فعل الشخص المقابل ليك تعرف انت هاي الكوميونيكاسيون تاعك مشات بصحيح ولا لا. يعني كان الطرف المقابل ليا جاوبني بقوه ولا بغلظه وكل شيء وزاد واصل وماشي معناتها الانتنسيتي تطلع نتاع حده الحوار بيناتنا ماشي بتطلع، اعرف راهو المشكله في طريقه تواصلي معاه مش فيه هو في حد ذاته. علاش؟ على خاطر في الكوم قبل ما نتكلم لازمني نعرف كيفاش نتكلم حسب الشخص اللي مقابلني وحسب السيتواسيون اللي احنا نعيشوا فيها. دونك لازم واحد يسكاني الموجود يعرف الاشخاص المقابلين ليه شنو قاعدين يعيشوا، وبعد هذاك نتعداو ونشوفوا اسلوب بالرسمي يتماشى مع الاشخاص هذوما، يتماشى مع الحاله النفسيه اللي يعيشوا، يتماشى مع الظروف اللي هم يعيشوها ونحكي. والناس اللي كنا رانا بالحق نعيشوا بريسك في نفس التجربه لكن باختلاف درجات. يعني هذا اللي خلينا انك تكون كونتكستويل مع الاشخاص اللي يتعاملوا معك حسب الكونتكست تتعامل معه. هذا يمكن اللي يمكن ينقص جانب كبير على الاخر من سوء التصرف تويك في وسط الخدمه اللي قاعد يصير وقاعدين نشوفوا فيه. يعني ناس هلوست برشا برشا لين ادى انه ضيعوا الخدمه ولا التركيز بكله على الهلواس اللي قاعدين نعيشوا فيه على الكورونا. يعني هو تويك نورمالمون ماشي باش يخدم، ولا انت اليوم نورمالمون ماشي باش تخدم، باش تلقى الناس الكل هم هلوسه باش تولي تهلوس معاهم.
دونك باش تولي تخميمك وتفكيرك كله في هل التلويث هذايا وهل المرض اللي طفى عليكم هذايا، اكثر من انه يكون تخميمك لي نورمالمون انه يكون في الخدمه وكيفاش نخدم، مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب الوقايه واللي هو يعني الحياه سهله راهو، غير احنا كومبليك لي شوز واللي زانفورماسيون اللي قاعده تجينا واللي احنا بالحق احنا حالين لهم الباب باش انهم يمدونا الانفورماسيون هذي. الوغ كوبينو كوبينو فلس انفولو، يعني سكاني انا وبالحق ندعو اي انسان تويك يسمع فينا اي بلاصه تلقى فيها انفورماسيونات نيجاتيف وخايبه وداخله في حيط وحتى لو كانت كل معلومه صحيحه ما ينشروها لك بطريقه خايبه، كما قلت لكم تتزاد كبرك اقول لك ارتفاع عدد الدرشنيه في تونس هو تلقاه كبرك تزادت، نحي انفولو انفولو فولو انفولو الامور هذه باش انت ترتاح بينك وبين روحك باش نجم بعديك تتصرف. الكل مربوط بالكون، يقول لك لسانك حصانك اذا صنتو صانك واذا خنتو خانك، نفس الشيء مع العباد، اذا كان احنا ما عرفناش نتواصلوا معاهم راه حتى في وسط الخدمه راهي كوم ماهيش باش تكون ماشي بالصحيح. وفما برشا شركات عرفت تتصرف الحاله اللي احنا فيها تويك وكل شيء، مثلا ناخذ تيتخ ديكزومبل لاسيونس ستار من اللي بدات العمليه هذه ومن اللي بدات اللي صاير في العالم الكل تويك عرفوا كيفاش يتصرفوا مع لي زومبلوي نتاعهم، يعني حتى لو ديريكتور نتاعهم هما ما عادش يتصرف معاهم من الفوق وكل شيء، واللي هو ما نصورش كان يتصرف كي معاهم حسب ما قريت في لي زارتيكل نتاعهم، وليت فما قال يعني وصلوا انه يعني بون بالنسبه لهم هما حاجه بيزار انه الديريكتور نتاعهم يعني معاهم دي كونفرنس اون لين وكل شيء وميم با لحيتهم حجم وكل شيء، اللي حاسوا به في القرب بينهم وبين لي زومبلوي وبين العروفات اللي قاعدين يخدموا معاهم، وهذاك اللي يعني نقص تعمل ديشارج نتاع كل ما هو نيجاتيف عندهم هما وخليهم يعطيو لوندمون مخير في الوقت هذاك، وعلى الاقل يا سيدي حافظوا على لوندمون اللي استنسوا به. اليوم خممنا باش ان نجيب لكم معنا شكون من لي زونتربرونور اللي كي اون ايتي بينيفيسيير من البروغرام مشروعي، اسمها نيهان ناصفي، عندها بيرو دو كونسلتينغ اتابيك سافي 3 ans اللي حلته في جابس اسمه سيفورا، حضرت معنا لي فورماسيون معنا احنا مع بروغرام مشروعي 2018 كانت من لي بينيفيسير اللي تمتعوا بلي فورماسيون ان كومونيكاسيون، تعدات في لي راديو لوكو نتاعهم هما في جابس وحلت تويكا فيو الخدمه نتاعها تبارك الله مشات وقدمت، زادت حلت ان سونتر دو فورماسيون فيليال اخرى جديده للسونتر دو كونسلتينغ نتاعها هي لهنا في تونس. انا واحد من الناس نعرف نهال الكورسوس اللي تعدت بيه ونعرف شنو لي فورماسيون اللي خذيتهم وكل شيء، ميم بارمي الحاجات اللي عملتهم انهم نتصوركم تسمعوا بها الفاير ووكينغ المشي على الجمر اللي هي بارمي الحاجات اللي تنقص تزيد قوه عند الانسان وفي ذاته الداخل وتزيد ثقه في روحه وكل شيء، انه الانسان يوصل يمشي على الجمر ما يصير له حتى شيء، يعني حاجه هذه سي ساينتيفيكمون بروفي وصارت، وهي بارمي العباد اللي عملتهم وقدت، وانا واحد من الناس زاد عملتها سافيت ويك كنا 2014. دونك قررنا اليوم باش انا نجيبكم نهال معنا باش تحكي لكم باش تعطيكم كلكو كونساي نتشاركوا مع بعضنا لي كونساي نتاع كل ما هو جيستيون دو ستريس. انا هاني باش تويك باش نجوتي نهال وهي تو تحكي لنا وكل امور نعمل لك معنا جوست استنوا هذا لو طون كيلا كسرت عاصمة صباح لاباس عليك شحوالك الحمد لله الحمد لله. alors نهاد نعطيك البارول في الامور كوانتينا لي كونساي نتاعك انت في كل ما هو جيستيون دو ستريس وعندك البارول. يعطيك الصحه ساعه على الانترودكسيون تاعك ديما في الصميم ديما تعطيها في الصميم. Je me présente, Nihel, fondatrice de Sephora, cabinet Sephora, cabinet de conseil de formation. Je suis coach, consultante ou مدربة في تقنية المشي على النار اللي هي تقنية معروفة تحفيزية وتعاون العبيد باش يتعدوا الخوف بتاعهم. توش نحكوا على البريود اللي تعادت كيفاش عشناها ان طوك انتربرونوز مش نحكي ان طوك انتربرونوز مش ان طوك كوتش. دونك خفت كيف الناس جو لي فاكتور اللي كانوا يجونا كو سوسوا من الميديا ولا من ولا 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 ظرفنا معني ظرفنا ولا شنو كنا محضرين وشنو صار في العطله جو اللي انا خدمتي اكثر كنت في العطله به، لكن بعد الحمد لله فقنا شويه وتعدينا المرحله. علاش؟ على خاطر ما كنتش مركزه برشا على المشكل قد ما كنت مركزه اني نخلي طاقتي والحاله نتاعي في الفلو ستيت، يعني خليت روحي اموا في حاله اني نجم نخمم نجم ناخذ رياكسيون الكونفينابل ولا رياكسيون الباهيه في الظرف اللي نحن نعيشوا فيه.
هذا هو. دونك كي نحكوا على نحكوا على ستيت اوف ستريس ولا حاله ضغط، كيفاش تصير لنا جينيرالمون كي تبدا فما ايفينمون بيرتوربانت، فما ايفينمون خلت فما اختلال في التوازن تاع لي بيزوان تاعنا. دونك نحسوا اللي فما سنتيمون ديزاغريابل يخلينا ساعات نكونوا امبيسون انفير الحاله اللي نحن فيها. مي ا مون افي اللي بارفوا الضغوطات هذه اللي نعيشوهم هم حاجات يخلونا نخرجوا وي هاف تو جيت اوت فروم ذا بوكس، معناها نخرجوا من الكاد اللي كنا عايشين فيه، نخرجوا المنطقه نسميها منطقه الابداع. دونك سا ديبون من الواحد كيفاش يخمم. اما ان الخمم انه الحاله اللي هو فيها باش تخرجوا من ايتال ايتا اخرى، والا انه راهو سيء حياته وقفت كل واحد وكيفاش طريقه. دونك سا طريقه التخمام نتاع الشخص اللي عايش في السيتياسيون هذيك. هذاك علاش ننصح العبيد انها تدخل روحها في فلو اوف ستيت كيما انت قلت، او موا يبعدوا على الميديا. اي سورتو شفت، يعني شفت وعشت تفرجت على دي بروغرام في البريود هذيك، و اني معناها اللي نجم نسيطر على وضعي وخفت، فما بالك ناس عاديه معناها. دونك يبعدوا برشا على لي سورس نتاع الانتوكس هذوما اللي يخلونا نزيدوا ندخلوا بعضنا وما ناخذوش لي رياكسيون الباهيين فاست للسيتياسيون اللي نحنا فيها. قبول، نحنا عايشين في سيتياسيون ما كناش عايشين فيها، دونك تقبلها. علاش باش تكون رافض للفكره؟ علاش ليه مش عاجبك حتى شيء وتركز على مش ماشي؟ البلاد داخله في حيط وما نعرفش شنو وما نعرفش شنو. دونك حاول تكون كيف المي، بي لايك ووتر. عندنا مشكله عايشين، فما مشكلة we have to be real، معناها فما مشكلة مي باش نتعدوها، مش الدنيا ما تبقاش في المشاكل، معناها وما نكونوا كيف الماء نتعدوا، ناخذوا الفورمة نتاع المشكلة ونتعدوا على الأرواح. هذه الحاجة الأولى. دونك القبول، لازمنا نتقبلوا الوضعية اللي نحنا فيها ما نرفضوش، هذه حاجة. ثاني حاجة هو أغلب الناس اللي تدخل في حالة نتاع ستريس وما تنجمش تختار لي سوليسيون اللي نجموا يخرجوا بيهم مثلا من الكريز اللي هم عايشينها، هما جينيرالمون يكونوا إما عايشين في المستقبل أو عايشين في الماضي. يعني إما ندمين على حاجات صارت قبل، وإلا عايشين برشا 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 في المستقبل دو فاسون إنهم ناسيين اللحظة هذه، ناسيين هما توا. الحاجة الوحيدة اللي نجموا يعملوها راهم يعملوها توا، واللي الرياكسيون تاع اليوم هي اللي باش تحدد غدوة حي المستقبل نتاعكم. دونك اسيون او موا انكم تتصرفوا توا بالموجود، باللي قادرين عليه، فاس للسيتياسيون اللي نحنا فيها. يا سيدي ما لقيتش حل، حاول تخلي روحك في فلو ستيت، حاول تخلي روحك في حالة هدوء باش تنجم او موا تلقى الحل. خاطر نؤمن ايمان كبير انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ونؤمن ايمان كبير انه ما فماش مشكل راهو فما مشكل راهو فما حل. ونؤمن ايمانا كبيرا زادا فما قانون كوني، ما نعرفش كان نجم نحكي عليهم ولا، قانون كوني اسمه قانون الاقطاب، اللي نص على انه كل حاجه فيها الباهي والخايب. ساعات نشوف حاجه باهيه برشا راهي فيها حاجه خايبه، ساعات تشوفوا حاجه خايبه برشا راهي فيها حاجه خايبه. دونك اسيون او موا في الكريز هذه باش نكتشفوا شنو الحاجه الباهيه اللي في الكريز هذه. شخصيا اني مثلا دخلت في الفاز نتاع لي فورماسيون اون لين، ما كنتش شايفه اللي المارشي هذا كان يمشي. دونك خرجت من الزون دو كونفور نتاعي ودخلت في حاجه جديده خوفتني في الاول، تقلقت في الاول، قاعده نتعلم. انا بس حاجه اخرى، استحفظوا على رواحكم، يعني اعطوا حق رواحكم في البريود هذه. لو ستريس ساعات ياكل منا برشا وقت وباش تخمموا، ما عادش نجموا ناكلوا، ما عادش نجموا نخمموا، ما عادش نجموا نبدوا على اعصابنا ديما، ما عادش نعطوا وقت لرواحنا. من الحاجات اللي خلتني نخرج من حاله الضغط اللي كنت عايشه فيه هو اني كنت على الاقل حتى كان ستريسي، حتى كان متقلقه، حتى كان ساعات نهرب للمستقبل ونخمم ساعه باش يصير، كنت نعطي وقت لروحي، كنت نديكونكتي
نخرج نقضي نسمع كان كوفيد كورونا 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 فديت فديت دونك شو اللي نعمل وليد كي ندخل الدار نقص الفيسبوك نحل شويه كاميرا كاشي نضحك نديكونكتي نديكونكتي شويه باش نجم نرجع في الفورمه ونجم نتقبل معلومات حتى كان هما غلطين فهمتني دونك ونستحفظ على روحي لكن ماكله باهيه نعمل سبور حتى في الدار دونك هذا الكل يعاونني على الاقل فيزيكمون باش نقاوم خاطر تعرفوا اللي فيه نتاع لو ستريس على الفيزيك راهي ماهيش باهيه كي تفوت حدها لمرحله معينه يكون حتى افرازات الهرمونات ما ندخلش في حاجات ماهيش من اختصاصي تكون باهيه لكن في مرحله معينه تولي تضر وتولي حتى تاثر على جهاز المناعه ونحن هذا وين حاجتنا بجهاز المناعه نتاعنا فوالا كيف كيف الفو اتخ البريود هذه بيان اونتوري بالناس اللي تموتيفينا اللي جات بيريود نحل نحكي مع العبيد كورونا باش نمرضوا مش عارفين درا شنو واش باش يصير لا ديكونيكت حاول تركز مع العبيد اللي بالحق مسيطرة على وضعها مسيطرة على حالتها النفسية تشجعك تقدم بيك لقدام ومش عيب راهو انك تقلقت مش معناها راهو عيب شخصيا تقلقت برش وخفت برش واكثر حاجة كانت مخوفتني هي خدمتي يعني حتى على بدني مش خايفه كل واحد وشنو كانت الحاجه اللي تخوف وراها دونك اكثر حاجه مقلقتني هو البروجي نتاعي وخدمتي هو من بعد الحمد لله اي من بعد ما خفت هذو ما اكثر الحاجات اللي انا مشيت بيهم ما نعرفش كان صحيح على الاخر يعطيك الصحه نهاد وانا واحد من الناس نشاركك على الاخر سورتو في الحكايه كيفاش ركز مع الحل ما تركزش مع المشكل وافكتيفمون احنا برشا ناس ركزت مع المشكل اكثر من انها تركز مع الحل وانا واحد من الناس معناتها من الاول كيف ما قلت نقل انفورماسيونات منه من غادي اللي نجي نحكي معاه والناس اللي دايره بيا كورونا 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 اللي وليت نيفيتي ساعات ما نحبش نحكي معاه اصلا كل اخواننا من كورونا نقول لهم يعطيك الصحه نيال على خاطر احنا ديما هكايا الستيل معناتها السيسيون لايف اللي نعملهم جوست هكايا ما فيهاش انتراكسيون خاطر في الانستغرام بروفيسيونيل وكوتشينغ اوكي دونك حبيت نحكي ان تونك انتربرونوز عايش كيفي كيف العباد الكل تقلقت كيفي كيف العباد الكل وتوا قاعده نصلح يعني بالعكس بالعكس بوتيتر حسيتها فرصة ليا انه تجيني افكار جديدة ما كانتش تجي على بالي صحيح دونك ولت عندي عرفت نيو بوسيبيليتي ثينكينج يعني جيتينج اوت فروم ذا بوكس ثينك ساعات تحس روحك سي ماشي في خط واحد خط واحد خط واحد تو دان كو تلقى روحك في ستاي ماكش فاهم انت شنو باش تعمل دونك باش تتصرف بطريقة احسن بطريقة ما تنساش تتصرف بها دونك بالعكس حاجة باهية اللي شنو حاجة باهية برشا والعظماء العظماء الناس كيما كيوزاكي والناس اللي وصلوا لمرحلة كبيرة في حياتهم كانوا يقولوا ديما اللي الأزمات هي ولادة هي فرصة هي ولادة للعظمة فوالا افكتيفمون عايشك نيهان ميرسي بوكو عايشك بالحق حاجه انتريسونت على الاخر ان شاء الله احنا اذا كان فما حاجه مره اخرى ان شاء الله نتقابلوا يرحم والديك ونقول لك ان شاء الله عيدك مبروك يا نيهان ميرسي بوكو باي باي ربي يخليك باي باي باهي توا كيف ما شفت يعطيها الصحة نهائي يعني اللي حكيته في بلاصته بالضبط على الاخر على الاخر ديما ما نخموش في مع المشكل فوق ما نقعد نختص مع المشكل خمم في الحل حاول انك تبعد روحك من ليزانفورماسيون الخايبين حاول انك تستغل الفرصة هذه مش اون طونك مشكل باش يزيد يطيح كلوطة بل لا تنجم تكون واجهة وباب باش يحلك الامل وباش يحلك افكار جديدة على الاقل انك خاطر ساعات الكريز تصنع لك سيتواسيون جديدة وسيتواسيون جديدة هذيك تجي من وراها افكار جديدة اللي تنجم تكون لك انت سورس تاع انسبيراسيون باش انك تصنع حاجات جديده في الدنيا هذه دونك حاول نعود من الجديد نقص من ستريس بمعنى انك نقص لي زانفورماسيون الخايبه اللي عندك اي سورتو الفيسبوك من تويك برا امشي غربل على بعض وعلى بعض وغربل هذه حاجه تحرى ورا المعلومه شكون قالها وشكون ما قال منين جات وشكون قالها وقتاش هبط الارتيكل هذاك راه ساعات تلقى ارتيكل سبونسوريزي عنده شهر يحكي عن حكايه صارت عندها شهر وكارثه عندها شهر والتويكا مازال سبونسوريزي انت تحل وتقراه في بالك اليوم صار الوغ كو تمشي تشوف الدات نتاعو من فوق بالكتله تلقاه قديم عنده مده دونك نحاولوا نتحرى واحد يشوف الامر هذا انه ما ياخذوش من باب نيجاتيف 100% يزينا من الكورونا يزينا من الحكايه هذه يجي نخمو في حاجات اخرى تنفعنا اوكي كورونا موجوده تصير ايش عندنا باش نعمل كيفاش نبكي وصباح وليل نجي نشوفوا حلول كيف ما قالت نهاد ان شاء الله تكون المره هذه نفعتكم السيسيون هذه
احنا نتقابلوا كالعادة. ما علي، كم شو نقول لكم، ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، على بوال العيد هنا، ان شاء الله ان شاء الله عيدكم مبروك، وهي بدات الحمد لله بدات البلاد تتسرح وتتحل بشوي بشوي، وربي يرفع الغمة على الأمة ان شاء الله، وربي يشد لكم في صحتكم ويردوا بالكم على ارواحكم، ونتقابل المرة الجاية ان شاء الله في موضوع واحد اخر. تسلم.